خدوه على وادي الحجر، خلي رجال يعملوا ترتيباته. حاضر يا أخي. خبروني بس تصلوا. قوم لشوف يا فصعون. تعال شوف. اتركوني انا بمشي لحالي. اوعك تتغابى، اوعك. امشي ولك امشي، اتركوني. شايف يا برهوم؟ شايف؟ هذا هو الجيل الجديد، ما في شيء اسمه احترام للكبار. إيدار؟ إيه جنار؟ احكي لي شو عم يصير؟ ما في شيء، شو بده يكون فيه؟ إيدال مبين إنه في شيء، وحقي مو مطمن. ما في شيء بنوب. أنا بقول فيه، متأكدة إنه في شيء حقي ما لازم يعرفه. احكي لي وما تخافي، أنت ما بتقدري تضبطي حقي لحالك، إذا عرفت رح ساعدك، وعد مني. شو ما بدك تحكي؟ محمود اليوم انخطف. شو؟ يلا شو لسه ما خلصت؟ لسه شوي. شكله ما بده يعمل شيء. يلا ولك امشي امشي. وهي عملت شيء. يا كلاب ليش عم تنبح؟ رح اطلع شوف. سمير شو صار لك؟ عم لك هذا مجروح وهذا كرب. يلا الحقوا بسرعة بسرعة. ليش عم يقوصوا هدول؟ مش هون ما يبعد. شوف يا مهند شو صاير؟ ليش عم تقوصوا؟ الزلمة هرب. شو عم تقول؟ من هون لاي جهة هرب. هدول فلتوا الكلاب. بسرعة يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يلا انت ويا وانت. يلا شمو ما في هروب لبعيدة، خذوا السيارات. يلا انتوا يلا بسرعة. تعالوا معي يلا يلا أوام. الله لا يعطيكم العافية. ساعة سبعة ما صار في غير ساعة. محمود بلا ما نضل واقفين هيك. يلا بسرعة السيارة على الطريق. امشوا. يا رب رجع لي اياه، رجع لي محمود، رجع لي ابني محمود، رجع لي اياه، رجع لي اياه. دخيل اسمك يا الله. انتوا اثنين من هون وانتوا اثنين من هون. يلا بسرعة. دوروا هون. الو كونوا بسهل الحجل بالساعة اللي حددتها. إذا بتحاولي تلعبي بديلك ببعت لك ابن أخوك ملفوف في الكفن. حد سيفو؟ ايه سيفو ناطرنا بسهل الحجر. معنا 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة محمود، 40 دقيقة. يا ربي دخيلك ساعدنا على هالشغلة. متأكدة انه رح نلاقيه بالوقت المناسب. متأكدة. واذا ما لقيناه شو رح يصير بمحمود؟ اذا ما لقيناه رح نروح ندور على سيفو، رح نهد الدنيا على راسه. ما رح نترك له محمود بالمرة يا ست زينو. قديش الساعة معك؟ معني إلا ربع يا آه. ربع ساعة ما ضل معنا غير ربع ساعة.
في واحد هنيك. حش عليه. هذا هو. هذا هو. واقف. واقف هناك. واقف. خلاص. خلاص. زيل على الأرض. لا تهوس. إذا بتتحرك بفجر رأسك. أوه حيوان. ماما زينو خلاص مش الحال. صار فينا نروح نجيب محمود. ألو مراد، كمشنا الزلمة ابني، رجعوا على المزرعة بسرعة، رح نطلع فورا. قوموا لك، قوم قوم نمشي. حاسس الشغلة فيها وسخة. شو عم تحكي حقي؟ وسخة شو؟ وين كل هالعالم؟ وين اختفوا الكل هيك فجأة؟ عمو رجاء بقى، يعني شو بده يكون فيه؟ لك لا تجننوني، أختي اللي ما كانت تخليني أخذ نفس وأنا بصحتي، معقول تتركني وأنا متقوس وممدد على التخت هيك؟ هاي شغلة بتصير؟ حقي، ماما زينو مانا منيحة بس ما عم تبين لنا. المسكينة ارتفع ضغطها من كثرة التعصيب ولازم ترتاح. طيب هي ارتفع ضغطها. جيمو شو صار فيه؟ ومحمود؟ عمو لأنه نحن عندك هون، حبوا هنن يضلوا عند ماما زينو. لا تكبرك لهالقد. مو مزبوط، قلبي مو مطمن أبدا. أنا بوافق ألاف بجزء من اللي حكيته. بأي جزء؟ بالشي اللي متعلق بأبوكي. أنا غلطت لأني أخذت ابني؟ إيه غلطتي. بس هذا ابني. في شغلة نسيتيها. شو؟ مظلوم، لما كان عند أبوكي كنتي بتعرفي إنه بأمان، ولما صار الولد عندك فقده. أبوكي ما بيعرف إنه عندك، وفوقه مفكر إنه ميت. هذا الشيء أكيد عم يسبب له أزمة. أبوكي قلبه مريض وما بيتحمل. أنت شو بدك تقول؟ أنت على طول نمتي حالك على اللي عملتيه بالماضي زليخة، بحق ولا بغير حق. ممكن تلاقي العذر لأي شغلة عملتيها، بس إذا أبوكي صار له شيء، لا هي مالك عذر فيها، ما فيك تطلعي منها. وينهم لهلا هدول؟ لا تقول غير اجوا يا اغا. شكلهم تخلوا عنك. ليكن وصلوا. جايين كتار، انتبهوا منيح. انتبهوا منيح، خلي عيونكم مفتوحة. المنظر كلهم اجتمعوا، كل عدائي مع بعضهم. مو نيالي كله بسببك سيفو، ما في احسن منك بلم الاعداء. محمود انا منيح. ماما زينو. اياس وينو؟ جمو روح جيب الكلب. حركوا له. ليكو هون. بعتو بالأول. محمود ما لي ثقة فيكن. ما كتير بهمني إذا وثقت فينا. ابن أخي أهم من القاتل المأجور تبعك. عملنا اللازم مثل ما أنك شايف، لا درك ولا شرطة. هلا يا بترجع لنا الولد يا بتصير حرب ومنموت كلنا. جيبوا الولد. بيمشوا مع بعضهم شوي شوي. جاهزوا؟ لا تمام. يلا
لكان انت محمود. لا محمود لا. الكل يهدى والكل ينزل سلاحه. إياس نزلوا بواريدكم. هاي الشغلة خلصت سيفه. الوطاوي اللي عملتها بدك تدفع ثمنها غالي. هالحساب ما رح يتسكر لحتى تموت. خليك عم تتذكر هالكلام يا سيفو. اخي مات اما اخوك انت عايش. لسه الي عندكم فهمتي؟ لسه الي عندكم. السيارات الحمد لله على سلامته. تسلم رجاء آغا تسلم. يلا على السيارات بسرعة. افر بيني قربتي